هيئة التحكيم. طبعاً إحنا عارفين إن لو القضية قدام محكمة تبقى الهيئة اسمها panel والمحكمة court. panel دي هيئة المحكمة والمحكمة نفسها اسمها court. لكن لو أنا بشتغل تحكيم هيئة التحكيم اسمها إيه؟ arbitration tribunal دي هيئة التحكيم. طب وقرار التحكيم طبعاً عارفين حكم المحكمة اسمه judgment، ده الحكم اللي في الدعوة المدنية civil case اسمه judgment. طب لو حكم في دعوة جنائية criminal case اللي هو الحكم على المتهم بالسجن أو بالغرامة أو ما شابه اسمه sentence. الفروق دي مهمة جداً لازم نخلي بالنا منها وإحنا بنترجم، ما نترجمش وخلاص. طب أما حكم التحكيم أو قرار التحكيم اسمه award. تمام؟ عندي وثيقة مهمة التحكيم Terms of Reference. إيه هي بقى وثيقة مهمة التحكيم دي؟ دي الوثيقة اللي بيتفق عليها الطرفين وبتحدد نطاق مهمة التحكيم، لغة التحكيم، مكان التحكيم، نطاق مهمة المحكم نفسه هيعمل إيه وهيشتغل إزاي في التحكيم وهيحكم على إيه. كل ده دي اسمها وثيقة مهمة التحكيم. طيب لو احنا حابين نعرف اكتر عن وثيقة مهمة التحكيم ده نعمل ايه؟ انا يعني حابة معاكم كده نشوف مع بعض ازاي ممكن نعمل سيرش على المصطلح البسيط جدا ده. لو Terms of Reference اهي، انا كنت عملت عليها سيرش قبل كده Terms of Reference in Arbitration. نشوف أول حاجة جات لنا إيه. في عندنا نتائج كتير جداً، حوالي 32 مش عارفة ألف أو مليون. نشوف كده مع بعض بيتكلم على إيه. As per the arbitration rules and as per the civil rules in the United Arab Emirates، يعني وفقاً لقواعد التحكيم ووفقاً للقواعد المدنية السارية أو معمول بها في الإمارات العربية المتحدة، the arbitration rules shall be governed by the terms of reference. يعني تخضع قواعد التحكيم لوثيقة مهمة التحكيم اللي هي terms of reference. طيب إيه هي بقى terms of reference دي؟ terms of reference is a document used within international arbitration law. يعني الوثيقة دي مستخدمة بموجب إيه؟ أحكام قانون التحكيم الدولي. Its main purpose، نخلي بالنا بقى، its main purpose is the fast and efficient progress of arbitration proceedings. يعني هي بتهدف أساسا أو بينصب هدفها الرئيس على إيه؟ المساعدة في التقدم السريع والفعال لإجراءات التحكيم. Arbitration proceedings، إجراءات التحكيم. The agreement is drawn and signed by mutual consent of the parties and arbitrators. يعني الاتفاقية دي أو الوثيقة دي بيوقع بتحرر ويوقع عليها مين؟ الطرفان بقى، طرف التحكيم يعني، ومين كمان؟ المحكمون يعني الطرفين والمحكمين بيوقعوا على الوثيقة دي بميوتشوال كونتنت اللي هي يعني موافقتهم أو تمام بالتراضي. The terms of reference clarify the terms of dispute. يعني الوثيقة دي بتوضح شروط النزاع. And if the arbitrator is able to conclude evidence or not، وما إذا كان المحكم يستطيع إن هو يستنبط الأدلة ولا لا. خلي بالنا evidence هنا معناها أدلة، وإن evidence سواء كانت بمعنى دليل أو أدلة ما بتجيش غير بالصيغة دي evidence. ما فيش حاجة اسمها evidences، إن شاء الله نتكلم عنها في فيديو قادم. The period of arbitration is usually defined in the terms of reference. وكمان مدة التحكيم بتذكر في وثيقة مهمة التحكيم اللي هي terms of reference دي. And if it is not، ولو لم تذكر، يعني لو مش مذكورة وإن لم تذكر، it will only be for 6 months. يبقى مدة التحكيم تبقى 6 شهور. لو لم تذكر في هذه الوثيقة تبقى مدة التحكيم 6 شهور.
This period can only be extended by the court. ما ينفعش المدة دي نمددها إلا يعني لا تمدد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة أو بأمر من المحكمة. تمام. Or the authority which appointed the arbitrator's attendance. تمام. The document sets out. نشوف بس الparagraph دي بعدين يبقى كده خلصنا. The document sets out the scope and limits of the duties of the arbitrators. يعني الوثيقة دي بتحدد نطاق مهام المحكمين وقيود المهام دي. يعني هو وحدودها حدود المهام مهام المحكمين. The document includes information relating to the parties and arbitrators. يعني الوثيقة دي بتشمل إيه؟ المعلومات المرتبطة أو متعلقة بالأطراف وبالمحكمين. A summary of pleas وملخص بقى الدفوع والدفاع. تمام؟ Pleas دفوع, defense دفاع. The claims والمطالبات. The dispute in question والنزاع موضوع التحكيم. And the procedural provision which shall be applied. تمام؟ والأحكام بقى أو الشروط الإجرائية اللي هتطبق في التحكيم. Therefore, وعلي فإن الوثيقة the document sets out the framework to the proceedings نطاق عمل بقى الإجراءات دي أو إطارها and as it reflects the consent of the parties the recognition and enforcement of the arbitration awards and at the end of proceedings is guaranteed. يعني بما إن بقى الوثيقة دي بتحدد كل ده إطار عمل الإجراءات وبتعكس إن الطرفين موافقين على التحكيم وإن هم في إقرار منهم بيبقى فينا بقى في النهاية بقى هما كده مقرين بقرار التحكيم وما يقدروش ده القرار ده كده مضمون ما يقدروش بعد كده يجوا يعترضوا عليه. تمام كده. وبكده نكون عرفنا معلومة كويسة عن terms of reference. نشوف المصطلح الأخير معانا وبكده نخلص إن شاء الله الفيديو بتاعنا. المصطلح الأخير معانا وأنا مرضتش أزود جداً في المصطلحات لأني مش حابة الفيديو يكون طويل وتزهقوا منه. التحكيم الخاص ad hoc arbitration. ما في مشكلة. المهم هو ad hoc arbitration. تمام. علشان ما تنسوهاش. ايه هو بقى التحكيم الخاص ده؟ احنا عندنا تحكيم خاص، عندنا تحكيم مؤسسي. تمام. التحكيم الخاص اللي هو بيكون الطرفين كده كده متفقين على كل شروط التحكيم وبيقدروا ان هم ده غير مؤسسي. تحكيم خاص معناه تحكيم غير مؤسسي، يعني ما بيلجأوش لمؤسسة ويدفعوا رسوم ويعينوا محكم و و و في المؤسسة دي، ما بيبقاش رسمي. تحكيم خاص معناه تحكيم غير رسمي وتحكيم غير مؤسسي. ونقدر بقى نبحث أكتر. أنا بديكم كده بفتح لكم أفاق للبحث وتقدروا تبحثوا أكتر وتفهموا أكتر. أهم حاجة وإحنا بنترجم ما نستسهلش الترجمة ونقول أي كلام وخلاص. مهم جدا إن إحنا نقرأ، مهم جدا إن إحنا نفهم الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه ده بيتكلم على إيه. لما أشوف حاجة زي ad hoc arbitration في الوثيقة اللي أنا بترجمها ما روحش أترجم وخلاص وثيقة تحكيم خاص من غير ما أفهم يعني إيه تحكيم خاص. السياق بيحكم في حاجات كثيرة جدا. ممكن قوي تسمع مصطلح أو تشوفه في مكان معين وبعدين تيجي تدور تفتح ملف اللي انت شغال عليه تلاقيه مش ماشي خالص معاه، وبكده بيبقى عليك ان انت تستشير قاموس أحاد اللغة ثم تبحث بقى على الانترنت وتشوف الكلمة في سياقات مشابهة للسياق اللي انت بتدور عليه وهكذا. أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، وأتمنى أن أنتم تشتركوا في القناة، ولو عجبكم الفيديو أعملوا له شير علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.